البداية مع متابعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع لاستراتيجية الدولة للتعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المشروعات القومية التنموية، ووجه سيادته بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، أيضا تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة، ووجه سيادة الرئيس بتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، ودكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وسيدة نيفين جماع وزيرة التجارة والصناعة، ولواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة، وعرض السيد وزير المالية بصفته مقرر لجنة الطروحات خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 من ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية. كما استعرض السيد محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضاً على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجهاً سيادته بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصة الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للتعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المشروعات القومية التنموية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر، بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها. كما وجه السيد الرئيس بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلة النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة حياة كريمة، مع الاستمرار في نشر تجارب النجاح التنموية في تلك القطاعات من خلال المنصات الدولية المختلفة. من جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز جهود التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين لحشد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة، وذلك من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائي التي تم إعدادها بمشاركة كافة الجهات المعنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، والتي تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة اتساقاً مع برنامج الحكومة مصر تنطلق والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات الرئاسية المختلفة ذات الصلة، خاصة مبادرة حياة كريمة، حيث تضمنت أبرز تلك الاستراتيجيات استراتيجية التعاون الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية حتى عام 2027، فضلاً عن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود تعظيم الاستفادة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي وكذا تعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي. كما عرضت السيدة وزيرة التعاون الدولي أبرز نتائج ومخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي انعقد تحت رعاية السيد الرئيس بالقاهرة في سبتمبر 2021، حيث تم تأكيد في البيان الختامي للمنتدى على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي فيما بين بلدان الجنوب، وكذلك تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى جانب مشاركة القطاع الخاص
في التنمية. كما اطلع السيد الرئيس على آخر التطورات فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والتمويلات التنموية على مستوى الجمهورية، والتي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، خاصة ما يتعلق بمشروعات التغير المناخي، وكذا دعم مبادرة حياة كريمة. أيضا امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى رئيس إحدى الشركات الإماراتية التي تعتزم إقامة مشروعات لها في مجالات تحلية المياه، وقال رئيس الوزراء إنه الدولة المصرية بترحب بالاستثمارات الجديدة في مشروعات تحلية المياه والهيدروجين الأخضر وأيضا الطاقة النظيفة، وأن الحكومة بتولي أهمية كبيرة بهذه المشروعات، خاصة مع استضافة مصر هذا العام لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد امبارح افتتاح المعرض الفني للفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير عمرو فهمي المقام في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية. دكتور مدبولي قال إن فن الكاريكاتير بيعتبر أحد أبرز فنون العمل الصحفي وبيجسد قضايا الواقع في قالب يحمل مزيجا بين الجدية والمرح، وكمان بيكون وسيلة مهمة لرصد نبض الشارع. ونروح لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وإطلاق العدد الأول من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر IJPPE، وهذه المجلة بتختص بنشر البحوث والدراسات المتعلقة بمختلف مجالات السياسات العامة، والعدد بيضم موضوعات كثيرة ومتنوعة، على سبيل المثال دور النمو الأخضر في دعم قطاع الطاقة في مصر ودور الثقافة الرقمية في تحقيق الاستدامة، وأيضا موضوعات تانية كثير. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى امبارح الأخبار اللي ترددت بأن وصلات الغاز الطبيعي للسخانات بتتسبب في بعض حالات اختناق للمواطنين. المركز تواصل مع وزارة البترول واللي قالت أن هذا الكلام غير صحيح، وأكدت سلامة وجود كافة توصيلات الغاز الطبيعي بالمنازل ومطابقتها كمان لكافة معايير الأمان العالمية. قالت أن حالات الاختناق بتكون ناتجة عن أن أول أكسيد الكربون اللي بينتج عن الدفايات أو إشعال الفحم، وكمان نصحت المواطنين بعدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات نهائيا. دي نقطة مهمة جدا يا شاذ. للأسف في ناس طبعا خاصة في البرد، في الجو البرد ده، بتقفل كل منافذ التهوية. صحيح. مثلا في الحمامات، فبيبقى في دخان كثيف جدا في الحمامات، فبيبقى في صعوبة في التنفس، فده طبعا بيؤدي يعني لاختناق لا قدر الله. على اي حال خلينا ننتقل مع حضراتكم لخبر اخر، وخبر متعلق بوزاره الداخليه ونشرها فيديو امس عن جهود اجهزه وزاره الداخليه على مستوى الجمهوريه خلال اسبوع في مجالي الامن العام ومكافحه المخدرات. جهود متميزه لاجهزه وزاره الداخليه على مستوى الجمهوريه خلال اسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 394 عنصراً إجرامياً بنطاق 23 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، مخدرات، سلاح، سرقة، وضبط معهم 240 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 50 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 755 قطعة سلاح ناري، من بينها 116 بندقية و79 بندقية آلية و41 مسدسا و519 فرد محل الصنع وطلقات نارية مختلفة الأعيرة و110 خزينة، إضافة ل 1164 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 470,125 حكما قضائيا
بإجمالي 35,027 محكوم عليهم، من بينها 1,822 حكم جناية، 170,895 حكم حبس، و 232,584 حكم غرامة، و 64,824 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 36 متهماً قاموا بارتكاب 69 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 56 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 76 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1,271 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1,446 متهماً، وبحوزتهم أكثر من 770 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 1,361.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 37 كيلوغرام، وكمية من مخدر الأيس وزنت 35.5 كيلو، إضافة إلى ما يقرب من 15 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 15,210 قرص مؤثر، و 16,144 قرص ترامادول مخدر، و 16,500 قرص كيبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 161 مليون جنيه. كما تم ضبط عدد 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات بقرابة 120 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.